بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية بإذن الله تعالى. واليوم بإذن الله موعدنا مع الفصل الأول من قصة شجر الدر، القصة التي بدأناها في الفصل الدراسي الأول ومستمرة معنا بإذن الله. 8 فصول أخذناها في الفصل الأول ومعانا 8 كمان في الفصل الثاني. هنستكمل مع بعض قصة شجر الدر. وصلنا إن هي وصلت إلى حكم مصر، ولكن ماذا بعد وصولها ونجم الدين إلى حكم مصر؟ الفصل ده ينبغي في نهايته إنك تعرف عوامل نهضة الأمم، كيف تنهض الأمم، كيف تقف الأمة أمام أعدائها، كيف يمكن أن ننبذ ما بيننا من خلاف وانقسام ونقف صفا واحدا في مواجهة المشكلات والأزمات. هذا ما سوف نتناوله أنا أستاذ أحمد صلاح بإذن الله من خلال أحداث الفصل التاسع. أولا أستاذ محمد، أريد أن أعلق على العنوان لهذا الفصل، وهو بعنوان الوحدة طريق النصر. لي ملمحان في هذا العنوان. أولا أريد أن أوضح لأبنائنا الطلاب الفرق بين كلمة الوحدة والوحدة، لأن هذا خطأ شائع يقع فيه معظم أبنائنا الطلاب. هناك فرق بين الوحدة والوحدة. الفصل الذي بين أيدينا الآن هو بعنوان الوحدة. الوحدة أي الاتحاد، الوحدة بمعنى الاتحاد. أما الوحدة فالوحدة هي العزلة أو الانعزال، ففلان يعيش في وحدة، يعني يعيش منعزلا عن الآخرين. أما الوحدة أقول الوحدة العربية والوحدة الأولى ليس الوحدة. هذا هو الملمح الأول، وهو من منظور لغوي. أما الملمح الثاني فهو من منظور جمالي. أريد أن أوضح ما في هذا العنوان من جمال. الوحدة طريق النصر. نعم، الكاتب هنا يشبه الوحدة بالطريق الذي يسار فيه، وشبه أيضا النصر بطريق يسار فيه. طبعا معلومة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ينبغي أن نركز في هذه التفاصيل الدقيقة، ربما تأتي في الامتحان أو حتى بدون امتحان فهي في غاية الأهمية. توقفنا أن نجم الدين، أي نعم، وصل إلى نجم إلى حكم مصر، مصر، لكن ما زال هناك غضب من الشعب المصري والعربي عامة بسبب الفرقة وبسبب الانقسام وبسبب الخلاف القائم بين الحكام العرب. إذن وصل نجم الدين إلى حكم مصر، ولكن ما زال هناك فرقة وانقسام وخلاف قائم ناشب بين الحكام العرب وبعضهم البعض. فتحصل الشعب العربي على ترقيهم الفرنجي يحتلون البلاد، وعلى القوة المهدرة من خلال حربهم لبعضهم البعض، وتمنى الشعب العربي أن يتحد الحكام ويوجهوا جهودهم نحو الأعداء بدل من استغلال هذه القوة في محاربة بعضهم البعض. شكرا أستاذ محمد على هذا التوضيح الجميل الذي هو في هذه الشريحة، شريحة الباوربوينت، توضح لنا الفقرة التي بين أيدينا، وهي التي تتحدث عن غضب الشعب العربي. وبين الأستاذ محمد السبب، سبب الغضب هو الفرقة والانقسام، الخلاف أيضا القائم بين الحكام العرب. ولعل الكاتب أستاذ محمد قد ألمح إلى هذا قبل ذلك في فصول متعددة، حين وضح الأيوبيين وأنهم
في تنابذ مستمر وفي شقاق دائم. هل تذكر هذه المواقف يا أستاذ محمد؟ طبعا كان السؤال الأشهر دائما في الفصل الأول والفصل الثاني، عرضت القصة عرض في هذه في هذا الفصل قضية مؤيدة بالدليل عليها، هو أن مصر قوة هائلة، إذا قويت قوي الشام معها، وإذا ضعفت ضعف الشام معها. وهذا يتحدث عن الوحدة بين البلاد العربية وبين الحكام العرب. فدائما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا توحد الحكام العرب، اتحدوا مع بعضهم البعض، لصارت هناك قوة لا يستطيع أن يقف أمام هذه القوة أحد كائنا من كان. إذن فقد غضب الشعب العربي للفرقة والانقسام والخلاف الناشئ بين حكامه من الملوك والأمراء، وأخذ ينظر في حسرة إلى تلك القوة المهدرة، إلى تلك القوة المهدرة التي يضيعونها في الحروب فيما بينهم، ويتركون الفرنج يحتلون بلادهم. وقد تمنى المخلصون من أبناء الشعب العربي في القاهرة ودمشق أن لو اتحد هؤلاء الحكام ووجهوا جهودهم إلى صدور الأعداء وإلى محاربة هؤلاء الأعداء. هذا شكل توضيحي. أيضا يا أستاذ محمد، أريد من حضرتك أن تلقي الضوء عليه، ماذا يعني هذا الشكل التوضيحي لأبنائنا الطلاب؟ الشعب العربي طبعا غاضب، زي ما قلنا تلخيص للفقرة اللي فاتت، غاضب من الفرقة والانقسام والخلاف. فبناء على هذا، هذه الفرقة والانقسام والخلاف، تكونت جمعيتين. تمام، هذه الجمعيتين أو هاتان الجمعيتان كانت إحداهما في دمشق والأخرى في مصر، وهاتان الجمعيتان كانت تضم المخلصين من الشعب العربي الذي يعاني من الفرقة والانقسام والخلاف. وهذا كله كانت حلقة دائرية مفرغة كان يعاني منها الشعوب العربية، وكانوا يتمنوا أن تزول هذه الفرقة، فلذلك تكونت الجمعيتان. وأستاذ أحمد، كانت هاتان الجمعيتان كانت إحداهما في مصر والأخرى كانت في دمشق. يعني أنا أستطيع الآن أن أضع سؤالا لهذا الشكل وهذا المخطط التوضيحي أستاذ محمد، وأقول هو الأسباب ونتيجتها. الموقف هو موقف الشعب العربي، الغضب العارم الذي يجتاح الأمة العربية. وأسباب هذا الغضب كما وضحت حضرتك هي الفرقة والانقسام والخلاف الناشب بين حكامه. ونتيجة هذه الأسباب التي أدت إلى الغضب، نتيجتها أن تكونت جمعيتان سريتان كانت إحداهما في دمشق والأخرى في مصر. هل هذا الفهم صحيح يا أستاذ محمد؟ بالضبط كده يا أستاذ أحمد. فكان الشعب العربي غير راضي تماما عن الحكام في تلك الفترة، وإن كان يعني نجم الدين كان رجل مخلص وبعض الحكام كانوا مخلصين، ولكن كان البعض الأكثر كما ذكرنا في الفصل الدراسي الأول كان لا هم له سوى السلطة والمال والسلطان، وكان الحروب دائمة قائمة بين الشعوب العربية من أجل الحكم، لأنهم لا يرون إلا المظهر البراق والخادع من الحكم، لذلك كانوا يبحثون عنه بكل طريق. نعم. قامت في القاهرة ودمشق جمعيتان سريتان، فما الهدف منهما ومن أبرز الشخصيات فيهما؟ الجمعية الأولى كانت في القاهرة والجمعية الثانية كانت في دمشق، وقد اتفق المخلصون من أبناء الشعب في هذين البلدين دمشق والقاهرة على أن تتكون جمعيتان سريتان. ما هدف هذه الجمعية في كل بلد، الجمعية السرية تلك
أخذت كل جمعية منها منهما تعمل على واحد بث الكراهية للفرنج ومن يعاونهم، اثنين العمل على توحيد الصفوف وتهيئة القلوب ليوم الفصل. ما يوم الفصل يا أستاذ محمد المشار إليه في الفقه؟ يوم ملاقاة الفرنج، لا كان هذا اليوم قادم لا محالة، فالفرنج على الأبواب، وأيضا التتار كانوا يدقون الطبول حول البلاد العربية والشرق العربي، فكان قدوم الفرنج والتتار قادم لا محالة أو واقع لا محالة، لذلك كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم الذي سوف يلاقي فيه المسلمون الفرنج والتتار بكل الطرق الممكنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من معركة ومن رباط الخير ترهبون به، من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا ما كان يقوم به المخلصون من البلاد العربية. نعم، فاتفق المخلصون على تكوين الجمعيتين كما وضحنا. أما بقية السؤال أو الجزء الآخر من السؤال فهو: من أبرز الشخصيات فيهما، أي في الجمعيتين؟ طبعا سمعنا عن شخصية من الشخصيتين وتناولناها في الفصل الدراسي الأول. أما الشخصية الأخرى فهي شخصية جديدة على أبنائنا الطلاب. الشخصية الأولى الكل يعرفها، وهي شخصية أبي بكر القماش، هذا التاجر الشهم الكبير الذي رصد جزءا كبيرا من ثروته للجهاد في سبيل الله، والذي أيضا كان له دور بارز في وصول نجم الدين إلى عرش مصر، فقد كان من أصدقائه المخلصين ومن الناصحين البارزين. أما الشخصية الجديدة التي سنعرفها الآن فهي في جمعية دمشق، وهي شخصية الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، هذا العالم الكبير الذي عرف عنه الإقدام والصراحة في الحق، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم. هذا الرجل الذي قيل عنه إنه من على رأس، كما تعلم يا أستاذ محمد الحديث الذي يقول على رأس، يبعث الله على رأس كل 100 عام إمام وشيخ مجدد ومصلح، يجدد للناس، يبين للناس أمر دينهم. أعتقد أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام من هؤلاء، كما كان الشيخ محمد تولي الشعراوي أيضا على رأس هذه 100 عام. الشيخ العز بن عبد السلام، وكان يلقب قديما بعز الإسلام ابن عبد السلام، عز الإسلام، هو بالفعل كان هذا الرجل يتمثل فيه عز الإسلام. حتى الحي يا أستاذ أحمد الإمام العز بن عبد السلام كما سنرى الآن في أحداث القصة، جاء هنا إلى مصر ومات في مصر، وله ضريح في حي مصر القديمة. هذا الضريح أو المنطقة كلها تسمى عز الإسلام أو ضريح عز الإسلام، فلا أحد من سكان المنطقة يعلمون من هو الإمام العز بن عبد السلام إلا قليل، فهم يعرفون أنه عز الإسلام. وبالفعل كان هذا الرجل في منتهى القوة وفي منتهى الصرامة، كان لا يخاف في الحق لومة لائم، كان يقول كلمة الحق، وكان من شيوخ الإسلام المعدودين الذين جاءوا ليس في هذا الزمان فقط، وإنما جاءوا على مر التاريخ. ويعني سوف ندرس موقفا واحدا فقط من المواقف التي وقف فيها الإمام العز بن عبد السلام في وجه الظلم والطغيان، ولكن كان هذا الإمام أعتقد أن نجم الدين ابن شيخ نجم الدين صالح نجم الدين كان لا يخف من أحد مثل خوفه من الإمام العز بن عبد السلام، فقد كان يعمل له 1000 حساب، ليس هو فقط وإنما كل الملوك والأمراء في شتى بقاع الأرض،
فهو رجل كان يمكن أن يتحرك الآلاف بإشارة منه، ولكنه كان يخاف الله. نعم، إذن نحن أمام شخصيتين كبيرتين عظيمتين كان لهما دور بارز بالفعل في توجيه الحركة الوطنية في مصر والشام أو في مصر ودمشق. ما أهم الإصلاحات التي قام بها نجم الدين وما موقف الحاقدين منها؟ اجتهد السلطان نجم الدين في إصلاح البلاد ورد المظالم وتثبيت قواعد مملكته وتعمير ما أفسده العادل وحاشيته، ولكن بالطبع في بعض الأشخاص لا يستطيعون العيش في بيئة نظيفة فيها إصلاح. هؤلاء الحاقدين لم ترق هذه الإصلاحات في أعينهم ولم تعجبهم، فعملوا على هدمها، واجتمع إليهم كل حاسد وناقم سواء على نجم الدين أو على الدولة أو على الإصلاحات، لأنهم مستفيدون من الفساد، وطبعا على رأسهم ممكن ناخد داود ورد المنى ونور الصباح وغيرهم من الأمراء الفاسدين، وأيضا على رأسهم الصالح إسماعيل حاكم دمشق الذي يعتبر عدو نجم الدين الأول الآن. وضح موقف نجم الدين من الحاقدين الذين يعملون على هدم تلك الإصلاحات، وماذا فعل الأمير داود؟ طبعا لم يكن السلطان نجم الدين غافلا عن هؤلاء الحاقدين أبدا، وذلك من خلال عيونه الذين كانوا يوافونه بكل صغيرة وكبيرة. طبعا عيونه يعني الجواسيس الذين يطلعونه على كل شيء أو من يتسمعون له الأخبار، فلما تأكد لديه ما يقومون به قبض على هؤلاء الأمراء الحاقدين وصادر أموالهم وقتل عددا كبيرا منهم، أما من لم يدركه فقد فر هاربا إلى دمشق وعلى رأسهم كما قال الأستاذ محمد منذ قليل الأمير داود. أما داود فقد خرج خائفا من أن يصنع به ما صنع بهؤلاء الأمراء، فعاد إلى الكرك ومعه كل من ورد المنى ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه. إذن فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون لنجم الدين، وهذا بالفعل ما خططت له شجر الدر في بداية في الفصل الأخير في الترم الأول، عندما أمر نجم الدين بالقبض على كل الأمراء والناقمين والحاقدين على نجم الدين، ولكن شجر الدر أخبرته بألا يجعلها حركة عامة حتى لا يصطاد داود في الماء العكر، وإنما تبعث إليه من يوهم وأنك سوف تقبض عليه. ففي هذه الحالة جاء داود جبان وسوف يهرب إلى خارج البلاد، وهذا بالفعل ما حدث لداود ومن على شاكلته من الطامعين والحاقدين على سياسة الإصلاح في البلاد العربية. لماذا أرسل الصالح إسماعيل للفرنج؟ السؤال غريب يا أستاذ محمد. الصالح إسماعيل هذا الملك المسلم بعث للفرنج، ماذا يريد منهم يا ترى؟ قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. كان المسلمون في غزوة أحد خرجوا لملاقات المشركين، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقطعوا المزارع، فخرج أحد المزارعين يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع المسلمين رغم أنها في مصلحة عامة، فلو احتل أو وصل المشركون إلى المدينة سيدمرون مزرعته، ولكنه بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين رغم أن هذا الرجل كان يظهر الإسلام، فضربه سعد بن معاذ، ف
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع أعمى يا سعد، إنه أعمى يا سعد، أعماه حقده وغله. رغم لا أعلم إذا كان الرجل كان أعمى بالفعل أم كان مبصرا، على أغلب الأقوال أنه كان أعمى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أنه كان أعمى البصر وإنما أعمى البصيرة. فهنا الصالح إسماعيل أعماه حقده وغله على المصلحين وعلى نجم الدين وسياسة الإصلاح، أعماه ما يقوم به نجم الدين من توحيد البلاد العربية تحت راية واحدة، راية الإسلام، لملاقاة الفرنج والتتار، وإذا به في حركة غريبة لم تحدث من قبل، يذهب حاكم عربي إلى الفرنج ليتفق معهم على أن ينضموا لجيش من العرب لقتل العرب، أو ينضم الفرنج لجيش المسلمين لقتل المسلمين. وهذا أغرب ما يمكن أن يحدث في البلاد العربية وبين حكام من المفترض أنهم مسلمين. والعجيب أيضا أنني سمعت أنه سمح للفرنج بدخول دمشق وشراء الأسلحة منها، فهل حدث ذلك بالفعل؟ بالفعل، وصل الصالح إسماعيل إلى درجة يمكن أن نقول عليها من الفجر، أنه وصل وسمح للفرنج ليس فقط بالاتفاق معهم أو عقد اتفاقيات معهم فهذا محرم، ولكن أيضا سمح لهم بدخول دمشق التي ما كانوا يحلمون بمجرد الوصول إلى أسوارها، ولكنه سمح لهم باستباحة دمشق، دخول دمشق في أي وقت، بل وشراء الأسلحة من الدمشقيين من أهل دمشق لملاقات المسلمين بها وقتل المسلمين. وطبعا بعض الناس ضعاف النفوس قد يضعفون أمام الأموال الباهظة التي يمكن أن يدفعها الفرنج مقابل الحصول على الأسلحة، ففي هذه الحالة سمح أو هان البعض، هان على البعض أن يبيعوا هذه الأسلحة إلى الفرنج، وهذه كارثة كبرى قام بها الصالح إسماعيل في حق، ليس في حق المسلمين فقط وإنما في حق العروبة كلها. سؤال آخر يتبادر إلى ذهني يا أستاذ محمد، حضرتك منذ قليل تكلمت عن شخصية أو تكلمنا عن شخصية وقلنا عنها إنها لا تخشى في الله لومة لائم، شخصية عز الدين ابن عبد السلام، هذا الإمام وهذا الشيخ الكبير الجليل، أين هو الآن وما موقفه مما حدث من الصالح إسماعيل؟ هل تحرك أم لم يتحرك ضد الصالح إسماعيل؟ ما كان لشيخ الإسلام العز ابن عبد السلام أن يقف مكتوف الأيدي في هذا الهرج الذي يحدث من الصالح إسماعيل وحاشيته وهذا الفساد الذي يقوم به وينشره في كل مكان، وإنما هرع الناس إلى الحكام وإلى العلماء وإلى المشايخ يستفتوهم هل يمكن بالفعل بيع السلاح للفرنج؟ هل هذا حرام أم حلال؟ والوضع أو الأمر جد خطير، كيف يمكن للناس أن يفعلوا ذلك؟ تمام، فهل تتوقع أستاذ أحمد أن يقول الإمام العز بن عبد السلام قول الحق في هذا الموقف؟ هذا ما سيثبته الفصل وأحداث الفصل عندما نقرأ لأبنائنا الطلاب أحداث الفصل. إذن فلماذا أرسل الصالح إسماعيل إلى الفرنج؟ طبعا وضحنا وقلنا عندما علم بما صنعه نجم الدين مع الأمراء اشتد فزعه وقرر أن يبادر نجم الدين قبل أن يسير إليه، فما كان منه إلا أنه كاتب الفرنجة واتفق معهم على أن ينصروه على نجم الدين، وأعماه الحقد والغل، فقدم لهم ما أرادوا من البلاد الإسلامية ثمنا لهذه المعاونة. ما الذي زاد النار اشتعالا في صدور الشعب وبما أفتى العلماء؟ هذا هو السؤال الذي سألناه منذ قليل.
زادت النار اشتعالا في نفوس أهل دمشق عندما سمح إسماعيل للفرنج بدخول دمشق وشراء الأسلحة منها والبحث عنها في كل مكان وشرائها بأغلى الأثمان. وما كان من الشعب إلا أن هاجت قلوبه وأسرعوا إلى العلماء يستفتونهم في أمر هذه الجريمة البشعة، فأفتوا بتحريم بيع السلاح للفرنج وبأن من باعها لهم فهو آثم خارج عن الدين مفارق للملة والجماعة. سؤال آخر وضحناه منذ قليل، ما موقف العز بن عبد السلام مما فعله الصالح إسماعيل وماذا كان جزاؤه؟ طبعا لم يكن الشيخ العز بن عبد السلام لم يكن ليكتم في صدره شيئا، ولم يكن ليعجز عن قول كلمة الحق، فقد وضحنا صفاته وقلنا لقد جهر الشيخ ابن عبد السلام بفتواه صريحة على منبر الجامع الأموي بدمشق وأعلنها صريحة أن الملك الذي أباح بيع السلاح للفرنج خارج عن دين الله ناشز عن الجماعة، أي خارج عن الجماعة، لا يصلح أن يكون ملكا للمسلمين، وقد قطع الدعاء له في الخطبة كما كان يدعو له، ليس كما كان يدعو له من قبل في خطبة الجمعة. إذن العز بن عبد السلام ما كان له كما تفضلت أستاذ أحمد وقلت، ما كان له أن يسكت على هذه الجريمة التي قام بها الصالح إسماعيل، وهو أن قدم البلاد رخيصة إلى أعداء الله وأعداء الإسلام، قدمها إلى الفرنج، فإذا بالفرنج يدخلون دمشق ويشترون السلاح، فأفتى بأن من فعل ذلك ناشز عن الجماعة مفارق عن الملة، أي بين قوسين كافر، ولا يصح أن يكون ملكا للمسلمين، بل وقطع الدعاء له في خطبة الجمعة. وهنا أريد أن أتوقف أستاذ أحمد، كان الأئمة والخطباء دائما ما يقومون بالدعاء للملوك والرؤساء في خطب الجمعة، وهذا ما نجده الآن في الحرم المدني والحرم المكي، ولا أعلم لماذا لا نقوم بها هنا. فلندعو دائما لولاة أمورنا وإلى الحكام وإلى الرؤساء بأن يهيئ الله لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وأن يوفقهم دائما إلى ما يحبه الله ويرضاه، يبعد عنا الغلاء ويبعد عنا الوباء ويبعد عنا المصائب. فنتمنى أن تعود هذه السنة التي كان يقوم بها هؤلاء العلماء من قبل إلى الحكام، فهذا الدعاء مستحب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. نعم، طبعا قطع الدعاء له في الخطبة. يتوقع طبعا أن يكون جزاؤه الاعتقال، ولكن ليس العز بن عبد السلام هو من يخاف من الاعتقال، وإنما كان هؤلاء العلماء يقولون ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل الأعداء بي؟ هذا كان سجية العلماء من قبل على مر العصور، ولكن لم يكن الأمر مجرد فتوى قام بها الإمام العز بن عبد السلام فقط، وإنما جهز الصالح إسماعيل جيش وخرج لملاقات جيش مصر، فأرسل إليه نجم الدين جيشا لملاقات جيش الصالح إسماعيل. إذن هنا عندنا جيشان، والجيشان فيهم ثلاث عناصر، جيش مصر هذا العنصر الأول، والعنصر الثاني جيش بلاد الشام المسلمين،
والعنصر الثالث الفرنج الذين تصالح معهم الصالح إسماعيل وسمح لهم بالدخول في الجيش لمقاتلة المسلمين. فهذا هذان الجيشان التقوا في المعركة في أرض المعركة، ولكن قبل بداية المعركة حدث شيء عجيب غريب لم يكن يضعه الصالح إسماعيل في الحسبان. سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يا أستاذ محمد أريد أن توضح لي هذا الحديث ومدى انطباقه على أحداث الفصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بالفعل للأسف أسرفنا كثيرا في سفك الدماء، وأسرفنا في عداوة بعضنا البعض، كل هذا من أجل دنيا فانية زائلة. ما فعله الصالح إسماعيل جريمة في حق الإنسانية، وجريمة في حق عروبته، وجريمة في حق إسلامه. فما فعله من الاتفاق مع الفرنج، حتى وإن لم يتفق مع الفرنج، أن يخرج بجيش دمشق المسلمين لملاقاة جيش مصر العرب والمسلمين، فهذا والله جريمة في حقه لن تغفر له. عندما التقى الجيشان أو قبل بداية المعركة حدثت المفاجأة التي ما كان يتوقعها أبدا الصالح إسماعيل، وهي أن انضم جيش دمشق إلى جيش مصر. إذن فقد عمل هؤلاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن ينفذوا خطة الصالح إسماعيل. بالطبع، وهذا من تدبير جمعية دمشق وجمعية مصر، وهذا من تأثير الشيخ العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه. فما لما أتم الصالح إسماعيل تجهيز الجيش أمره بالاتجاه نحو مصر، والتقى الجيشان، ولكن كانت المفاجأة أن انحاز كثير من جيش الشام إلى جيش مصر بتدبير من جمعية دمشق، وانقضوا على الفرنج يقاتلونهم ويقتلون من بقي مع الصالح إسماعيل، ولكنه استطاع أن ينجو بنفسه إلى دمشق. ما الحدث الأليم الذي وقع وما أثره، وكيف حاول نجم الدين التخفيف من آثاره؟ نصل إلى يعني ختام الفصل بهذه الأسئلة. في النهاية حدث حدث أليم وقع، فما هذا الحدث وما أثره على شجر الدر ونجم الدين؟ قبل الحادث الأليم طبعا كان في هناك أحداث كانت سعيدة جدا لنجم الدين وشجر الدر، حيث الانتصارات التي حققها المسلمون على جيش الصالح إسماعيل والفرنج كانت انتصارات كبيرة جدا أسعدت نجم الدين وأسعدت شجر الدر. وعندما دخلت شجر الدر على نجم الدين لتهنئه وقالت له: دنا الأمل إشراكا يا مولاي، وعلى يديك ستتوحد البلاد بإذن الله. فقال: كنت أود يا شجر الدر أن أكون مع الجيش وأشاهد اندحار العدو وهزيمة الصالح إسماعيل. قالت: بل تجلس وتبعث جيشك المظفر المنتصر، فكل جندي هو جندك، وكل يد ويمين تبطش هي يدك، وكل سيف هو لك، ولك الأجر بقدر الآلاف المشمرة التي تحارب وتنصر دين الله. فارتاح نجم الدين لهذا الكلام، وعاش في أيام سعيدة جميلة، ولم يعكر صفو هذه الأيام سوى هذا الحادث الأليم، وهو مرض ابنهما الخليل. مرض الخليل مرضا شديدا، وطبعا كان له بالغ الأثر على شجر الدر بالذات، تمام، لأن النساء تغلب عليهم العاطفة ولم تجد معه محاولات الأطباء، فقضى نحبه وبذل نجم الدين جهدا في تخفيف آلام شجر الدر، فقام معها برحلة نيلية لرؤية الآثار في جنوب الوادي، وهي طالما وقفت بجانبه وطالما خففت عنه وطالما كانت دائما ما لا يجد نجم الدين من يقف بجانبه، سواء في
حصار الرحبة ثم حصار سنقار ثم في قلعة الكرك في السجن وغيرها كثير والكثير من المواقف. فقد جاء الوقت ليرد نجم الدين ما قامت به معه شجر الدر، فأخذها في رؤية الآثار في جنوب الوادي وبرحلة أخرى في أحضان الريف في شمال البلاد للاستمتاع بهدوئه الشامل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. كان معكم أستاذ محمد معروف معلم اللغة العربية والأستاذ أحمد صلاح مستشار اللغة العربية بمدارس المنصورة كوليج الدولية للغات. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.